سريعا نروح معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها أهم اللي نشروا نجوم الرياضة على صفحاتهم الخاصة على السوشيال ميديا. هنبتدي بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك واللي احتفلت بالذكرى حصول الفريق على لقب السوبر المصري ونشرت صورة للحظة الخاصة بالتتويج وكتبت زي النهاردة فريقنا بطل السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 3-2 وسألت الجمهور أين شاهدت هذه المباراة وكيف احتفلت بعد الهدف الثالث. كمان نشر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي صورة على تريزيجيه من معسكر المنتخب استعدادا لمباراة سوازيلاند بكرة وكتب يا رب. كمان النني احتفل على صفحته على تويتر بعيد ميلاد زميله في الأرسنال مسعود أوزيل ونشر صورة ليهم مع يا مستر أسيست. كمان صفحة الأرسنال على تويتر احتفلت برضه بعيد ميلاد أوزيل ونشرت صورة ليه وكتبت لاعبنا رقم 10 بيبلغ ال 30 اليوم نتمنى ليك عيد ميلاد سعيد. كمان نشرت صفحة المنتخب الألماني على تويتر صورة من سفر الفريق لباريس استعدادا لمواجهة المنتخب الفرنسي بكرة في دوري الأمم الأوروبية. احتفل برضو ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني النهاردة على صفحته على تويتر بعيد ميلاد المدير الفني للفريق كوفاتش وكتب أتمنى ليك كل الخير في عيد ميلادك استمتع بيوم رائع. كمان صفحة المان يونايتد على الانستغرام احتفلت بعيد ميلاد لعيب الفريق السابق أندي كول ونشرت صورة ليه وعلقت عيد ميلاد سعيد أندي. صفحة نادي يوفنتوس الإيطالي على تويتر نشرت فيديو لمشوار لاعب الفريق السابق تريزيجيه بمناسبة عيد ميلاده وكتبت دايما ما يحرز الأهداف ويقدم أفضل ما ليه عيد ميلاد سعيد ديفيد تريزيجيه. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. صفحة كاس العالم على تويتر واللي احتفلت بعيد ميلاد ديشامب مدرب منتخب فرنسا حامل اللقب الاخير للمونديال ونشرت صوره ليه مع اسرته بعد التتويج وكتبت عيد ميلاد سعيد لديشامب. نروح بقى لكريستيانو رونالدو اللي نشر على الانستجرام فيديو لمهارات ابنه في كره القدم. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. نشر كمان سيرخيو راموس صورة على الانستغرام قبل مباراة المنتخب الأسباني مع إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية وكتب مباراة مهمة مع هدف واضح تأمين المركز الأول نتوقع الأفضل منا ومنكم. كمان أنتوان غريزمان نشر صورة مع زميله في المنتخب بول بوجبا وكتب الأصدقاء القدامى هم الأفضل. أخيرا نشرت صفحة داتش فوتبول على الفيسبوك صورة لستيفن جيرارد نجم ليفربول الإنجليزي مع كاس دوري أبطال أوروبا وكتب مثل اليوم منذ 15 عام أصبح ستيفن جيرارد قائد لليفربول.